مات زوجي وترك لنا أرضا زراعية فأقسم إيراد الأراضي بالقسمة الشرعية، وأولادي يريدون بيع الأرض ولكني أرفض، فهل علي ذنب طبقا للمصلحة؟ فلعل رفضك هذا يأتي من المصلحة، هيبيعوا الأرض ويصرفوا فلوسها وتذهب الثروة. المبالغ دي قد إيه؟ كيف نستثمرها؟ كيف نستفيد منها؟ أسئلة كثيرة جدا تحدد ما المصلحة. لكن لما أنا أنصح ولادي أو يعني حتى أضغط عليهم أنهم لا يضيعوا أنفسهم، ما فيش حرام في كده. بعض الأولاد بيبقى عايز خيالات ومشاريع ويدخل ويخسر ويخرب البيت ويكب الزيت ويحرق الغيط ويقعد بحسرته يتكفف الناس. فالخبرة والسن والواقع له قيمة في هذا المسألة.